اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنا، والنهارده طبعا زي ما تعودنا بنبتدي بفقره النصايح والحلول، والنهارده هنتكلم عن بيوريه التفاح. بيوريه التفاح غير ان هو طعمه لذيذ وطبعا حلو قوي للاطفال، هنشوف بنعمله ازاي الاول، وبعد كده هنشوف استعمالاته ايه. بنجيب التفاح العادي خالص، اي نوع تفاح احنا بنحبه، احمر اصفر اخضر، زي ما احنا عايزين، وبنحطه في صينية، ومن غير ما نضيف عليه اي حاجة خالص بندخله الفرن لحد ما نحس ان هو بقى طري. القشرة طبعا ساعات بتقوم مفتوحة كده، ويبتدي ينزل شوية مية وحاجات كده، كل ده تمام، ما نقلقش عليه، لكن هنسيبه لحد ما نضغط عليه ونلاقيه بقى طري. بعد كده بنقشره زي اللي قدامنا هنا، بنشيل القشرة بتاعته، وبعدين بناخد التفاح المستوي خلاص بقى طري، وبنشيله بالشكل ده. وبنهرسه، وهو الحقيقة يعني لو اتساب فترة أطول شوية في الفرن مش هيحتاج ان احنا نهرسه، هو هيبقى مهروس. مهم قوي وخصوصا الأطفال ان احنا نشيل البذر بتاع التفاح، ما نخليش اي نوع من انواع البذر في الأكل بتاع الأطفال وكمان الكبار، بس احنا الكبار لو بلعنا واحدة يعني مفيش مشكلة كبيرة فيها، لكن لو بلعنا أكتر من واحدة مش كويس، لأن البذر بتاع التفاح فيه نوع من أنواع السموم، من أقوى أنواع السموم اللي هو السيانايد، وبالتالي لو أكلنا كتير منه ممكن يضر صحتنا، وخصوصا الأطفال مش كويس ليهم خالص، فلازم نتأكد إن مفيش بذر خالص. وزي ما احنا شايفين بنشيل التفاح ده وبيتهرس، ولو سبناه في الفرن مدة أطول شوية مش هيحتاج يتهرس، لأن هو أوريدي هيبقى ممكن نشيله بإيدنا كده على طول. استعمالات التفاح أو بيوريه التفاح هتكون في إيه؟ بيوريه التفاح ممكن نستعمله كبديل للبيض في المخبوزات، يعني لو عايزين نعمل كيك ومش عايزين نحط فيها بيض، وكمان ممكن أي نوع تاني من أنواع الدهون، لأن زي ما احنا عارفين طبعا صفار البيض نسبة الدهون عالية فيه، فممكن بنبدله، بنبدل البيض أو بنبدل الزبدة ببيوريه التفاح. بيخلي الكيك أو المخبوزات اللي احنا بنعملها هتبقى أخف كتير، لأن طبعا نسبة الدهون اللي فيها هتقل، وكمان بتبقى طعمها حلو، لأن احنا أضفنا طعم تفاح للكيك أو للعيش أو أيا كان اللي احنا بنخبزه. فدي معلومات بسيطة عن بيوريه التفاح، بنعمله بمنتهى السهولة في الفرن ونسيبه لحد ما يتهرى خالص، وبعد كده بنستعمله كطعام للأطفال مغذي جدا، أو بديل للدهون والبيض في المخبوزات. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفة التراثية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة التراثية النهاردة اللي هي من اسكندرية، كانت أو ما زالت موجودة في الكتاب اللي كتبه الدواقة الروماني أبيسيوس في القرن الأول الميلادي. والحقيقة هو مدينا ثلاث تتبيلات مختلفة للسمك. طبعا اسكندرية احنا نحب السمك، وأكيد كان فيه وصفات سمك يعني، ففي ثلاث تتبيلات مختلفة هنتبل بيهم السمك، وبعد كده هنسويه على النار. هو كان يا إما بيتشوى يا إما هو في الغالب بيتشوى، لأن ما كانش فيه وقتها أفران فمش هيتخبز يعني،
والوصفة هنبتدي نقول مع بعض. أول نوع تتبيلة عندنا ملح، فلفل، بصل بودرة، كمون، أوريجانو، بذور كرفس، أراسيا مفرومة، خل وزيت. الوصفة الثانية عندنا ملح وفلفل وكرفس، عندنا كزبرة خضراء، عنب، خل عنب، زيت وخل أبيض. العنب هنا احنا هرسناه، وفي برضو خل العنب. ثالث وصفة عندنا ملح وفلفل وكرفس وكزبرة، عندنا بصل، أراسيا مفرومة، خل عنب، زيت وخل. كل اللي هنعمله ان احنا هنحط المقادير كلها، وبرضو زي ما قلنا في كتير من الوصفات التراثية ما بيبقاش عندنا كميات، فاحنا بنحط الكميات بالتقريب. حطيت الملح والفلفل، عندنا الكمون، وهنقلب كل حاجة هنا مع بعض. وهنحط أول فيليه سمك، ونسيبه يتبل، ونعمل نفس الحاجة في حط ده هنا. اوكي، هحط العنب، ملح، فلفل، خل العنب، وعندنا كزبرة وكرفس. هناخد الفيليه التاني، طبعا مش لازم فيليه، احنا ممكن يبقى سمكة، ونكون ممكن قطعين حاجة بسيطة من الجلد علشان تشرب السمكة التتبيلة أكتر، ونسيبها طبعا مدة حوالي نص ساعة مش أكتر، لأن السمك بيتهرى بسرعة، فما نسيبوش في التتبيلة مدة طويلة، خصوصا إن التتبيلة دي أو الثلاث تتبيلات دول فيهم حاجات حمضية كتير، أنواع خل مختلفة، العنب برضو، ف لو اتثبت مدة طويلة قوي ممكن السمكة تتهرى. ودلوقتي بخلط التتبيلة التالتة، خل العنب، الأراسيا، الملح والفلفل. نشيل كل اللي احنا مش محتاجينه. واحط فيلي السمك الثالث. التتبيلة برضو. ودلوقتي اجيب الطاسة اسخنها، احط لها شوية زيت خفيف خالص، لان السمك اصلا متبل في الزيت، فهيبقى فيه شوية زيت مش هيلزق. طبعا يفضل لو شواية بالفحم
هيدي طعم ونكهة جميلة. لكن احنا النهاردة هنعمله كده، هنشوي بسرعة في الطاسة. نشوف الطاسة سخنت ولا لأ. اوكي، الريحة طلع حلو قوي. التتبيلات مختلفة عن التتبيلات اللي احنا متعودين عليها، والحقيقة ريحتها فعلا حلو. انا مش عايزه اتخلص من التتبيلات دي، عايزه اقدمها برضو فوق السمك، فهحطهم على النار، لان طبعا لازم نطبخها طالما حطينا فيها السمكه، يبقى لازم تتطبخ. هو ده الحقيقه مش في الوصفه، بس انا يعني مستخسرة التتبيلات الحلوة دي، ما نستفدش بيها للتقديم. اوكي، نبص على السمك. السمك طبعا مش بياخد وقت طويل خالص في السوا. اوكي، دي اول واحده. الثانيه دي محتاجة بس دقيقة كمان. ودلوقتي عندنا أول واحدة، الصوص بتاعها جاهز. ممكن نحط شوية من صوص الأراسيا عليها. زي ما قلنا دي مش في الوصفة الأساسية، بس الصوص حلو، فخسارة إن هو ما نستعملهوش يعني. اوكي، ودي الثالثة جاهزة. وده الصوص الثاني. وده آخر نوع صوص. وزي ما قلنا احنا بنحتاج نسويه على النار طالما حطينا فيه السمك. لو عايزين نستعمله صوص فريش مش مطبوخ، يبقى
نشيل شويه قبل ما نحط عليهم السمك على جنب، وده اللي هيبقى الصوص الفريش اللي هنحطه عليه. وبكده نكون خلصنا ثلاث انواع تتبيلات للاسماك من اسكندريه، موجوده من القرن الاول على حسب ما سجلها ابيسيوس اللي هو كان دواقه روماني. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفه العصريه. اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفه العصريه، والنهارده هنعمل كب كيك كراميل. بالنسبه لمقادير الكب كيك عندنا 180 جرام دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره بيكنج سودا، نص معلقه صغيره ملح، 200 جرام سكر بني غامق ناعم، 100 جرام سكر، 115 جرام زبده، 2 بيضة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و 125 مليلتر لبن رايب. بالنسبة لكريمة الفروستنج اللي هتكون بطعم الكراميل، عندنا 115 جرام زبدة، 200 جرام سكر بني غامق ناعم، عندنا 125 مليلتر كريمة، نص معلقة صغيرة ملح، و 360 جرام سكر بودرة. هبتدي بالكريمة أو يعني فروستنج اللي هنستعمله عليها، لأن ده هياخد شوية وقت. هنحط الزبدة والسكر وهنسويهم على النار. عايزين السكر يبتدي يتكرمل. دايما لما بنكرمل حاجة اوريدي لونها غامق بنخلي بالنا شوية علشان ما نطلعهاش بدري قوي تبقى لسه ما تكرملتش، او نسيبها زيادة عن اللازم ونبص نلاقيها اتحرقت لان اللون اوريدي غامق، فمش يعني صعب علينا ان احنا نعرف، بس الريحة هي اللي بتبين أكتر حاجة. طبعا ممكن نستعمل ميزان الحرارة، لكن الريحة برضو هتورينا، ولو استعملنا ميزان الحرارة هنسيبها لحد ما يبقى درجة الحرارة بتاعتها حوالي 135-140، مش أكتر من كده. عادة أنا ببتدي أعرف إمتى وصلت لدرجة الحرارة دي لما بتبتدي تعمل رغاوي ونحس إنها ابتدت تفور كده، يعني هي دلوقتي قربت خلاص زي ما احنا شايفين فوق الوش ابتدت تفور، ده بيبين إن هي تقريبا وصلت لدرجة الحرارة اللي احنا عايزينها. أحط شوية ملح، كان ممكن أحطهم من الأول، ودلوقتي ابتدي احط الكريمه. هنحط الكريمه بالراحه خالص علشان ما تفرش جامد، طبعا درجه حراره عاليه قوي فلازم نخلي بالنا انها ما تفرش وتيجي على ايدنا، نخلي بالنا يعني. اوكي، دلوقتي هوطي الحرارة شوية وهسيبها على النار لحد ما تتقل. في الوقت ده نعمل الكب كيك. هحط الزبدة ونوعين السكر معاهم. السكر البني
وكمان السكر الأبيض. أحط كل الملح، بيكنج باودر، بيكنج سودا مع الدقيق، أحط الفانيليا مع البيض. نبتدي نضرب دول مع بعض، الزبدة ونوعين السكر. ولما يختلطوا مع بعض كويس هبتدي أضيف البيض واحدة واحدة. دلوقتي أضيف الدقيق والملح وبيكنج باودر وبيكنج سودا وكمان اللبن الرايب ونخلطهم مع بعض. أوكي كده خلاص جاهزة، وهحط الكراميل اللي جهزناه في بول بس عشان ايه يبرد شوية لحد ما احط الكب كيكس في قالب الكب كيك. هنملاهم تقريبا ثلاث ارباع، انا احط بس كده شويه الاول. وبعدين ممكن ازود. اوكي ودلوقتي ادخلها الفرن على درجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي 20 الى 25 دقيقة. وكده الكراميل اللي عملناه ابتدى درجة الحرارة بتاعته تهدى شوية. هحاول اسيب شوية صغيرين في البول عشان لو احتجت ازود ممكن ازود. وهحط السكر برضو، مش هحط السكر كله، اشوف الملمس وبعد كده لو برضو حبيت ازود ممكن ازود. هبتدي اضرب السكر البودرة مع الكراميل.
اوكي نشوف الملمس ونشوف لو هنحتاج هنحتاج شوية سكر بودرة تاني، احط الباقي ونرجع نخلطهم مع بعض. اوكي كده الملمس بتاعه بقى حل. هناخد الفروستنج ونحطه والفروستنج ده هو حتى بعد ما حطيته في العجان هو لسه دافي شوية لأن أنا ما صبرتش عليه كفاية، لكن هو لما يبرد أكتر من كده هنلاقيه إنه هو متماسك أكتر. لكن عشان الوقت أنا بحطه وهو لسه دافي شوية، هيكون أطرى من المفروض يعني. هنجيب الكب كيكس وده شكلها بعد ما بتطلع من الفرن ونبتدي نحط عليها الفروستنج. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة عندنا النهاردة اللي هي وصفة الكب كيكس بطعم الكراميل. عملنا الوصفة الأولى كانت وصفة تراثية من اسكندرية، 3 تتبيلات للأسماك. يا رب الوصفات تكون عجبتكم وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.